بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل اينما كنتم في الوطن العربي، نحييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان سيف العرب، احد يفرع تحفة ميادين السباقات في دانة الدنيا دبي في هذا اليوم السبت، يوافقه من التاريخ الميلادي 6 أغسطس 2022، في هذه المكرمة التي عمت ميادين دولة الإمارات، مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بمدينة العين. هكذا تعلن انطلاقة أول الأشواط الرئيسية للإبكار. أتمنى التوفيق لكل الأسماء مباشرة إلى الصدارة مع الكيلومتر الأخير. جنون جنون على المركز الأول، يريو بن سعيد بن غانم المنصوري من يتقدم على المركز الأول. ميزة قادمة، أحمد بن سيب بن محمد بالغاوي الدرعي قادم في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث جلايد قادمة، الحميد بن حمد العويسي يقدم جلايد على المركز الثالث. المركز الرابع، شوف القدوم، تابع الهدى اللي من هدى الى الصدارة والمقدمة، علي بن محمد بن سلطان العويسي ما شاء الله يأتي مع الهدى. تابع الشعارات، تابع الاسماء القادمة، رباعية رباعية، اول اشواطي سيف العرب وين بتصبح مع من بن صبح بأول الأشواط. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، إلى الهدى الهدى وجلايد وجلايد جلايد العويشي، والهدى قادمة من الجانب الآخر، لكن جلايد 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 قال شاقني في الهجن الأصيل، ركض بكرة صيتا واصل، مرحبا يا حي جلايد ليقدم شوط الأوائل. جلايد جلايد هي صاحبة أول الأشواط في ميدان سيف العرب. تهانينا والناموس لحميد بن حمد بن حميد العويسي على فوز جلايد بالمركز الأول من خطفت أول الأشواط. والتوقيت 2:07. المركز الثاني الهدى لعلي بن محمد بن سلطان العويسي، والمركز الثالث جنون ليريو بن سعيد بن غانم المنصوري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، أول الأشواط، أول الانطلاقات، أول تحديات ميدان سيف العرب. أحد